Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala sayyidina muhammadin Wa ala ali sayyidina muhammad Mari kita lanjutkan pelajaran kita Yaitu belajar membaca Al-Quran Disertai dengan penjelasan tajwid Masuk kepada surah Al-Baqarah Ayat 191 <tik> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقتلوهم حيث ثقف وأخرجوهم من حيث أخرجوكم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل وقال قال صغرى تلو من أصلي همحا اظهر شفوي حيث ثقف حيث حرف لين ثقفتم من أصلي هم و اظهر شفوي وأخرجوا من أصلي هم إضغم ادغم شفوي أو ادغم ميمي من اظهر حلقي حيث حرف لين أخرجوا من أصلي كم و اظهر شفوي فِتْنَةُ أشد من القتل يا وقفنا دوا دوا حروفنا هرس تسبت قتل يا تا همس ترس يا مسوكا لم ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ولا من أصلي تقى من أصلي تلو من أصلي هم عي إظهر شفوي عند إخفاء حكيكي دل مسجد الحرام من أصلي دو حركت. حتى من أصلي دو يقا من أصلي دو حركت. تلو من أصلي دو حركت. كم في إظهر شفوي في من أعرض للسكون فأنقى إخفاء حكيكي تلقى من أصله دو تلو من أصله دو حركة كم فا إظهر الشفوي فاق قل الصغرى تلوهم فإن قاتلوكم فقتلوهم كذا من أصله دو حركة لك جزاء مد واجب متصل بنعم بات اتولي ما حركات قل كامل اشهد حركات فيرين ما ارد للسكون كذلك جزاء الكافرين فان انتهوا فَإن, فان الله غفور فَإن رحيم فإن انت اخفى حكيكي تهو حرف اللين فإن غنة الله من أشري دو حركات هغفو من أشري دو حركات رر رحيم إدغم بلا غنة حيم من أريد للسكن وقاتلوهم حتى حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله وَقَامَ من أسلد حركة تلو من أسلد حركة هم حى إظهار الشفاوة حتى من أسلد حركة لا من أسلد حركة تاكو من أسلد حركة فتنة idgham bigunnah wa ya, dua harakat naddi dua harakat lillah ini dibaca tipis karena sebelum lam jalalah hurufnya berharakat kasrah lilla fa ya. tahaw illa إن أنت إخفأ حقيقي فهو حرف اللين فلا من أصل دو حركة عدا و ومن أصل دو إلا من أصل دو على الظا من أصل دو لمين من للسكون الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص الشهر الحرام، من أسجد وحركات، مو بالشهر الحرام، رانيا من أسجد وحركات، والحرمان من أسيد وحركات، قصاص من أعرض للسكون. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فمن اعتدى من أسيد وحركات، عليه حرف اللين. كم فائز حر الشفوي فاعتدوا من أسيدوا حَرَكًا عليه حرف اللين بمثل ما اعتدى من أسيدوا حَرَكًا عليه حرف كم يا وقف يا واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين واتقوا الله

وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم.

كان لبينا ما المأف، والله أعلم بالصواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.